وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه الآيات نزلت في وقعة أحد، وقصتها مشهورة في السير والتواريخ، ولعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضع، وأدخل في أثنائها وقعة بدر لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم ورد كيد الأعداء عنهم، وكان هذا حكما عاما ووعدا صادقا لا يتخلف مع الإتيان بشرطه، فذكر نموذجا من هذا في هاتين القصتين، وأن الله نصر المؤمنين في بدر لما صبروا واتقوا، وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدر. ومن حكمة الجمع بين القصتين أن الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحبون، فيخف عنهم البلاء ويشكر الله على نعمه العظيمة التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة خير لهم كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرا يسيرا. وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وحاصل قضية أحد وإجمالها أن المشركين لما رجع فلهم من بدر إلى مكة وذلك في سنة 2 من الهجرة استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعدد حتى اجتمع عندهم من ذلك ما جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم، ثم وجهوا من مكة للمدينة في 3000 مقاتل حتى نزلوا قرب المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى استقر رأيهم على الخروج وخرج في 1000. فلما ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي المنافق بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقته، وهم الطائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله. فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم في مواضعهم وأسندوا ظهورهم إلى أحد، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من أصحابه في خلة في جبل أحد، وأمرهم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهم. فلما التقى المسلمون والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم، واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل قال بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة، ما يقعدنا ها هنا والمشركون قد انهزموا. ووعظهم أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليه. فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا نفر يسير منهم أميرهم عبد الله بن جبير، جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين وقاتلت ساقتهم، فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر بها عنهم وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة، فحصل ما حصل من قتل من قتل منهم، ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل أحد وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، قال الله تعالى وإذ غدوت من أهلك، والغدو هاهنا مطلق الخروج ليس المراد به الخروج في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يخرجوا إلا بعدما صلوا الجمعة. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق به، وفيها أعظم مدح للنبي صلى الله عليه وسلم حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال، وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه وسداد نظره وعلو همته حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة صلوات الله وسلامه عليه. والله سميع لجميع المسموعات، ومنه أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه، عليم بنيات العبيد فيجازيهم عليها أتم الجزاء، وأيضا فالله سميع عليم بكم يكلأكم ويتولى تدبير أموركم ويؤيدكم بنصره، كما قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه لما هم الطائفتان من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين، فلهذا قال والله وليهما، أي بولايته الخاصة التي هي لطفه بأوليائه وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهم. فمن توليه لهما أنهما لما هم بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله عصمهما لما معهما من الإيمان، كما قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم قال
وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله، وأن المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم، وخصوصا في مواطن الشدة والقتال، فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له والتبري من حولهم وقوتهم والاعتماد على حول الله وقوته، فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن. ثم قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين، وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عددهم وعددهم مع كثرة عدد عدوهم وعددهم. وكانت وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 310 من أصحابه، ولم يكن معهم إلا 70 بعيرا وفرسان لطلب عير لقريش قدمت من الشام، فسمع به المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم، وخرجوا في زهاء 1000 مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة، فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له بدر بين مكة والمدينة فاقتتلوا، ونصر الله المسلمين نصرا عظيما، فقتلوا من المشركين 70 قتيلا من صناديد المشركين وشجعانهم، وأسروا 70 واحتووا على معسكرهم. ستأتي إن شاء الله القصة في سورة الأنفال، فإن ذلك موضعها، ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه، فلهذا قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون، لأن من اتقى ربه فقد شكره، ومن ترك التقوى لم يشكره. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول يا محمد للمؤمنين يوم بدر مبشرا لهم بالنصر: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من مقصدهم هذا وهو وقعة بدر، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، أي معلمين بعلامة الشجعان. فشرط الله لإمدادهم 3 شروط: الصبر والتقوى وإتيان المشركين من فورهم هذا. فهذا الوعد بإنزال الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم، وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله الله، أي إمداده لكم بالملائكة، إلا بشرى تستبشرون بها وتفرحون، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله. فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب، بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم، وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده، فإنه إن شاء نصر من معه الأسباب كما هي سنته في خلقه، وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين لعباده أن الأمر كله بيديه ومرجع الأمور إليه. ولهذا قال: عند الله العزيز، فلا يمتنع عليه مخلوق، بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة. قال الله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أي جانبا منهم وركنا من أركانهم، إما بقتل أو أسر أو استيلاء على بلد أو غنيمة مال، فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون، وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم، فبهذه الأمور
تحصل منهم المقاومة والمقاتلة، فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم. الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم طمعا في المسلمين، ويمنوا أنفسهم ذلك ويحرصوا عليه غاية الحرص، ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك، فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهم، بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة. وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا بين هذين الأمرين غير خارج عنهما، إما نصر عليهم أو خذل لهم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما جرى يوم أحد ما جرى، وجرى على النبي صلى الله عليه وسلم مصائب رفع الله بها درجته فشج رأسه وكسرت رباعيته، قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. أنزل الله تعالى على رسوله نهيا له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد من رحمة الله: ليس لك من الأمر شيء، إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإنما الأمر لله تعالى، هو الذي يدبر الأمور ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا تدعو عليهم، بل أمرهم راجع إلى ربهم، إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل، وإن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك فعل. وقد تاب الله على هؤلاء المعينين وغيرهم فهداهم للإسلام رضي الله عنهم. وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد، وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. ففيها أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم، وأن هذا شرك في العبادة، نقص في العقل، يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة، إن هذا لهو الضلال البعيد. وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه ولم يذكر منهم سببا موجبا لذلك، ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عباده من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة. ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة للسببية، فقال: أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته، حيث وضع العقوبة موضعها ولم يظلم عبده، بل العبد هو الذي ظلم نفسه. ولما نفى عن رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلها، وجميع ما في السماوات والأرض، الكل ملك لله، مخلوقون مدبرون، متصرف فيهم تصرف المماليك، فليس لهم مثقال ذرة من الملك. وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه، فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام، فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه، ويعذب من يشاء بأن يكله إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك. ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه، فقال: والله غفور رحيم. ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه ومغفرته غلبت مؤاخذته. فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق، وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه، فلم يختمها باسمين أحدهما دال على الرحمة والثاني دال على النقمة، بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة. فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشر ولا يدرك لها وصف، فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين.